تعالى اقعد هنا جنبي. مساء الفل. مساء الخير. انت اسمك ايه بقى؟ انا اسمي محسن. محسن؟ وبيدلعوك يقولوا لك ايه؟ محسن. يعني بيدلعوك كمان يقولوا لك محسن؟ في الحقيقة بقى الحقيقة انا راجل متجوز. يا خراشي، متجوز؟ وايه بقى اللي بيجيبك هنا طالما انت متجوز؟ فعلا فعلا لأول مرة اعمل كده. اول مرة كمان تعمل كده؟ يبقى انت بقى شكلك مش مبسوط ومرتاح مع مراتك. لا، في الحقيقة بقى هي اللي مش مبسوطة. يا اختي، هي اللي مش مبسوطة؟ طب انا بقى هبسطها لك. نعم. اسمع بس، الستات دول بحر كبير قوي، وما تفهمش الست الا ست زيها. افهمك، الستات دول عاملين زي باب المغارة السحرية، واللي معاه كلمة السر هو اللي يعرف يدخل ويفتح الباب ده، وساعتها يعرف ياخد قلبها. طب وكلمة السر دي هجيبها منين؟ اقول لك يا سيدي، يعني مثلا تجيب لها هدية حلوة، تشوف هي بتحب ايه وتعمله لها، تصحيها كده مثلا وتجيب لها وردة وتحط لها الفطار على السرير، شوية دلع وحنية كده، هتبقى زي الملبن في ايدك. ده انت فل قوي، كتر خيرك. تعالى بقى اما افهمك. فهميني. قوليلي. يا بابا، الحتة اللي زي دي مش من مقامك. ومين جاب لي؟ ايه اللي بيقرصني ده؟ ده انا هوديكوا في داهيه. مالك يا محسن بيه؟ عملت له ايه يا بيت؟ ما عملتش حاجه والنبي قابله. اول ما دخل على السرير وقلع هدومه قعد يهرش زي ما انت شايفه، زي القرد كده. مالك يا محسن بيه؟ انا عارف. اسالوا نفسكم يا عالم يا اللي مش نظيفه، بقى انا اتبهدل كده؟ يا سرور. ماشي يا سرور. ليه هو انت اول مره تجينا يا محسن بيه؟ ما انت عارفنا وعارف نظافتنا. مالك، تلاقيك عندك حساسيه ولا حاجه هبت عليك ولا حاجه؟ انا ما عنديش زفت. انا هوديكوا في داهيه، بس صبركم عليا. خديه خديه يا توحه، دخلي الحمام يا اختي، افتحي عليه الميه، وبعدين ادعكي له جسمه بزيت اللوز. حاضر. يمكن يهدى شويه. حاضر يا قبل. يلا. انا لا عايز لوز ولا بندق، هاتوا لي هدوم اللي جوه دي، خلينا غور من هنا. تعالى بس. غور من هنا؟ وانت من امتى بتنزل من عندنا عريان يا محسن بيه؟ قصدي يعني تنزل زعلان. انا لا عايز زفت ولا ديابلو. روحي روحي، اعملي اللي قلت لك عليه. عجبك كده؟ شكلها خدت بالها، هتودينا في داهيه. مبروك يا عروس، مبروك يا ست العرايس، يا اخواتي يا قمر يا اخواتي. عروسه ايه يا ام؟ فاكره يا بيتي يا خوخه المعلم نبوي تاجر الفاكهه ده اللي مرته باتت كده من قيمه سنه ونص، فاكره ولا لا؟ ماله؟ كانت قدم لك يا حبيبتي وانت كنتش عايزانه، بس انا بقى ما رضيتش اقول لك عشان كنت تعبانه يا قلب امك، قلت ما اقولكيش الا ما تنصبي تقولي كده وتبقي زي القمر. شعر اسود اكبر من ابويا. طب ما هو ده المطلوب، راجل كبير وعايز يتدلع، بشوية حركات منك نشيله الليلة وما نخلوش ياخد باله انك مش بنت بنوت. ماشي يا عم. واي حاجة ما تحمليش همها، سيبيها عليا انا. انت ازاي بقى عرفتي الحاجات دي؟ ازاي؟ بنتي المتصانة المتربية غصبت عليا اتعلم عشان ادرس ضحيتها، عارفه يعني ايه؟ عرفتي منين بقى يا بنت بطني؟ اتعلمت؟ وانا قلت لا. لا، لما تلقك في سيرك يا خوخه هتتجوزيه ورجلك فوق رقبتك. الله، ده انا ما صدقت حد يجي يشيل الليله، كمان هتتشرطي يا روح امك. وابويا رايه ايه؟ ابويا مش هيوافق. لا يا اختي، مالكيش دعوه بابوكي، ابوكي ده سيبيه عليا انا. ده حرام، والله حرام يا حرمة عليك عيشتي. الحرام ياما حرام. حرام في ايه يا بيت؟ اسمعي ما اقولك، حضري نفسك، هبعت مع رسالة مع ام نبيل تقوله يجي الخميس اللي جاي يقرا الفاتحة، بعد شهر تخشوا على طول، فاهمة؟ خلينا نخلص بقى. ده هي لما تاخدك الحرام قال. أنا سمعت إنهم هيردوا الفلوس للناس اللي كانوا مشغلينها في شركة توظيف الأموال اللي اسمها البنيان دي. والله العظيم أنت ما فاهم حاجة، ده اسمه رد عيني. يعني إيه رد عيني يا باشا؟
يعني انت لو ليك فلوس هتاخدها اجهزه كهربائيه وبربع الثمن. يعني ايه بربع الثمن؟ انا مش فاهم حاجه. يعني لو انت ليك 10000 جنيه هتاخد اجهزه يا دوب ب 2500. يا نهار اسود. وطبعا الناس هتوافق يا عيني علشان هيقولوا احسن من مفيش. ما انت عارف يا باشا الناس غلابه. ايه اللي بيحصل في البلد ده يا جدعان؟ انا بقيت اشوف واسمع حاجات عمري ما كنت اتخيلها، وخصوصا موضوع الخصخصه اللي بقوا يبيعوا فيه المؤسسات الحكوميه للافراد. طب والله العظيم انا خايف اجي الاسم في يوم هلاقي واحد اشترى الاسم وبيقول لي عملته بكام النهارده. بقول لكم ايه طبعا. قبل ما انسى، خطوبتي هتجوها يعني هتجوها؟ ما ينفعش ما نجيش يا باشا، احنا لازم نيجي ونشوف المغفلين هم بيزيدوا واحد. الله، انتم سبقوني يا عم. بعدين بقى هات مراتك معاك عشان اعرفها على المدام ونخرج بقى وبتاع. انا بالنسبه لمراتي من الساعه 9 بتكون في السرير وفي سابع نومه، الولد بيبقى مسهره طول الليل. طب ما دي مصلحه يا باشا، علشان البيت يبقى هادي. قول له مني هو هادي على طول. انا فين الاكل؟ تقول لي معلش يا حبيبي الولد كان على ايدي وعمال يعيط طول الليل ما عرفتش اعمل منه اكل. طيب الهدوم بتاعتي اتغسلت؟ انا اسف يا حبيبي الولد كان ممغص وتعبان جدا النهارده وما عرفتش اعمل اكل. تصدقوا بالله؟ لا اله الا الله. والله انا يوميا بنزل من غير فطار بسبب المحروس. كفايه. طيب كفايه كفايه، ربنا يسامحك، فتحت نفسي على الجواز بصراحه على كده يعني. يا لهوي. والله يا عمي ده انا زدني الشرف ان انا اسيبكم. عمي ده انا زي عيالك شوقي. خلاص عمي عمي قول عايز ايه يا عمي. ده انت هتبقى حمايا فلازم احترمك. ده الشيء يسعدنا قوي قوي يا معلم نبوي، ده انت على دماغنا من فوق. اه والله خلي بالك يعني خوخة دي ياما تقدم لها من الناس شباب ايه زي الورد. بس عارف يا اخويا كان جاي لها نفسي كده مش طايقه حد يعني امها. اه والله لحد ما جيت انت بقى صاحب النصيب، وانا عارفه برضك انك انت من يوم مراتك ما ماتت انت يا اخويا ما اتجوزتش. بس ليا طلب عندك صغير يا حاج نبوي والنبي، يعني تعاملها كده زي ولادك، وولادك يعملوها يعني اكنها اختهم كده. تبقى في عينينا يا سيدي. يسلم عينيك يا اخويا. واحنا عندنا اغلى منك انت وخوخه. يا رب يغليك كمان وكمان. بس ليا طلب صغير قد كده قد كده يعني، يعني اسم الله كده تامل لها يعني كده تكتب لها ارشاد يعني. ناخد حاجه معايا؟ ما كل ليهم يا حاج. ان شاء الله. بس عشان انت ليك عيال يعني يا حاج نبوي. وانا برضه عمري ما هظلمها. الله كل حاجه ليها هي والعيال. ان شاء الله يخليك، ان شاء الله يخليك، ما كله من خيرك واعيد لك. واصل خوخه تستاهل كل خير، كل خير تستاهله. ده هي هتخش عليك بالهنا. يبان عليها مكسوفه. اه طبعا. امال ايه؟ اه طبعا مكسوفه. امال ايه؟ امال انا هروح اشوفها. ما شوقي خلي بالك من المعلم نبوي وانا جايه. كلمه كلمه. حرام وزن، هتجوزيني واحد اكبر من ابويا عنده ثلاث عيال؟ ايوه جوزهولك عشان يسترك. امال ايه؟ ده بدا يا بنتي ما تحمد ربنا انك انت لقيتي راجل لا بيهش ولا بينش ومش هيفتح بقه لما يعرف. تعيريني يا ماما؟ يا بنتي لا تعيريني ولا عيرك، انا امي يا ماما وعايزه اطمن عليكي. طمني عليا، اتجوزيني واحد اكبر من ابويا؟ ما هو يا حبيبتي لو كان من سنك ما كانش هيستحمل ولا يقبل، ويمكن يجرصنا في البلد كلها لو عرف ويفضحنا. يا ماما انا ما عملتش حاجه غلط، ده نصيبي، ما عملتش حاجه غلط. وانا يا حبيبتي عايزاك تعتبري الجوازه دي نصيبك برضه. نصيبي الاسود، نصيبي الاسود، دي يابا نصيبي الاسود. يا حبيبتي ارحمي نفسك وارحميني، انا عايزه اطمن عليك، انا عايزه مصلحتك. طب انت ازاي اتجوزيني واحد اكبر من ابويا؟ مالك يا بنت؟ عمالة تشخطي وتنطري وتتشرطي في ايه؟ انت نسيتي نفسك انك انت مش بنت بنوت يا مريم؟ مش بنت بنوت، مش بنت بنوت ياما، واخلي البلد كلها تعرف. انا موافقه، انا موافقه ياما، انا مش بنت بنوت يا بلد، انا مش بنت بنوت. روح وش